الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بالجميع إلى هذه الفقرة من على موقع أوروب أن. كما نلاحظ انفلاسيون لا فرانس بوتيل سوبريمي لا تيفيا سور لي برودوي دو بروميير نيسيسيتي. لا فرانس بوتيل سوبريمي لا تيفيا سور لي برودوي دو بروميير نيسيسيتي. إذا انفلاسيون طبعا نتكلم عن التضخم. من ضمن الإشارات لهذه الحالة الاقتصادية نتكلم عن لافلاسيون التضخم، هناك ارتفاع الأسعار. إذا لا فرانس باتي سوبريمي لا تيفيا سور لي برودوي دو بروميير نيسيسيتي. لا فرانس باتي سوبريمي لا تيفيا سور لي برودوي دو بروميير نيسيسيتي. هل فرنسا باتيل تستطيع هي سوبريمي لا تيفيا، أن تسحب الضريبة على القيمة المضافة تيفيا؟ نتكلم هنا على تاكس سور لا فالور اجوتي، إذا نتكلم عن الضريبة على القيمة المضافة. إذا هل تستطيع فرنسا أن تلغي الضريبة على القيمة المضافة؟ ولكن سور لي برودوي دو بروميير نيسيسيتي، نقول عن شيء بانو نيسيسير يعني أنه ضروري. لا نيسيسيتي المقصود بها الضرورة. إذا لا بروميير نيسيسيتي، إذا نتكلم عن الضرورة الأولى. المقصود هنا نتكلم عن المواد الأساسية الضرورة الأولى للمجتمع، إذا التي يحتاجها المجتمع في بداية الأمر. إذا كما نلاحظ في أسفل الصورة بوغ أدي لي بلي موديست، من أجل مساعدة الأكثر تواضعا. إذا نتكلم عن أصحاب الدخل المتواضعون، إذا لكي نساعد أصحاب الدخل الأكثر تواضعا إن صح التعبير، أسيغمون دي لانفلاسيون، ثم إن صح التعبير رفع لانفلاسيون التضخم، إلى هوز دي كو دو لينيرجي، ثم ارتفاع تكاليف الطاقة. لإسبان أ ديسيدي لا سوبريسيون توتال دو لا تيفيا. لإسبان أ ديسيدي لا سوبريسيون توتال دو لا تيفيا. إذا إسبانيا أنها قررت الإلغاء التام للضريبة على القيمة المضافة. سور لي دونغي دو لا بخوميييغ نيسيسيتي، من على المواد التي تشكل الضرورة الأولى. لو غوفيرنومون فرونسي بوتيل سانسبيغي دو سيت ميزيغ. الحكومة الفرنسية هل تستطيع أن تأخذ هذا المسار؟ إذا هناك سؤال طبعا، الحكومة الفرنسية هل تستطيع أن تتبنى هذا التوجه؟ selon un économiste contacté par Europe 1، إذا حسب اقتصادي، حسب شخص متخصص في الاقتصاد contacté par Europe 1 تم لقاؤه من طرف Europe 1، une telle mesure est toutefois inenvisageable en France. Une telle mesure est toutefois inenvisageable en France. Une telle mesure تدابير كهذه est toutefois، هي رغم ذلك inenvisageable en France، غير مفكر فيها في فرنسا. إذا كما نلاحظ اون اسبان اوسي لو غوفرنومون برون دو نوفيل ميزور فاس ا لانفلاسيون. إذا في اسبانيا اوسي لو غوفرنومون برون دو نوفيل ميزور فاس ا لانفلاسيون. الحكومة برون ان اخذت او تاخذ كما عندنا هنا لو فيغ بروندر او بريزون اون اسبان. اوسي في اسبانيا ايضا لو غوفرنومون برون دو نوفيل ميزور فاس ا لانفلاسيون. إذا الحكومة أن تأخذ تدابير جديدة فاس لانفلاسيون، يعني في مواجهة التضخم. إل فيا دو ديسيني لي كونتور سو ماردي دان نوفو باكي داد أنتي كريز دون فالور دو 10 مليار دور. إل فيا دو ديسيني، طبعا هنا عندنا لو فيرب فونيغ، ثم عندنا لو فيرب ديسيني. طبعا هاد الصيغة هادي في اللغة الفرنسية تعني لو باسي ريسون، إذا نتكلم على الماضي القريب. إل فيا دو ديسيني، نقول il vient de، ثم نضع الفعل المراد تصريفه طبعا فات الزمان. المقصود هنا بانها رسمت كما نقول قبل قليل، كانت قد رسمت ان صح التعبير قبل وقت قصير. il vient de dessiner les contours، اذا هي حددت كما نقول الجوانب او المحيط. سوماردي هذا الثلاثاء، اذا هي حددت محيط ماذا هذا الثلاثاء؟ دان نوفو باكي داد اونتي كريز، اذا نتكلم عن حزمة جديدة داد للمساعدات. اذا هي قالت بان هذه المساعدات ستكون بهذا الشكل، ثم حددتها كانها رسمتها. نوفو باكي داد اونتي كريز، اذا نتكلم عن حزمة جديدة للمساعدات اونتي كريز ضد الازمة. دون فالور دو 10 مليار دور، دون فالور بقيمة دو 10، طبعا دو 10، ولكن كلمة 10 تتبعها كلمة. إذا نقول دو 10 مليار دور،
لعشرة مليارات من الأوروات pour aider les Espagnols من أجل مساعدة الإسبانيين pour aider les Espagnols pour aider les Espagnols من أجل مساعدة الإسبانيين à faire face à l'explosion des prix لكي يقوموا بمواجهة à faire face كما نقول ليقوموا بمواجهة à l'explosion des prix لانفجار الأثمنة résultant en grande partie الناتجة في جزء كبير منها du conflit en Ukraine من النزاع في أوكرانيا إذن هذا الثمن المرتفع هو أساسا بسبب النزاع في أوكرانيا طبعا له أسباب أخرى لكنها قليلة parmi cette salve de mesure نتكلم هنا عن طلقات نارية في نفس الوقت ولكن هنا طلقات ولكن لمجموعة تدابير parmi cette salve إذن من بين هذه الدفعة de mesure من التدابير une aide de 200 euros aux familles إذن مساعدة ب 200 أورو للعائلات les plus modestes الأكثر تواضعا المقصود ذات الدخل أكثر تواضع et la suppression de la TVA de 4% ثم إلغاء الضريبة على القيمة المضافة ب 4% sur les produits de première nécessité عن المواد ذات الضرورة الأولى إذا نتكلم عن لوبان نتكلم عن البرودوي ليتي إذا نتكلم عن الخبز ثم عن المواد التي لها علاقة بالحليب سيريال نتكلم عن الحبوب وطبعا هناك مواد أخرى أنها خضعت لنفس الحزمة إذا لا تيفيا بروني امبو اون فرانس إذا نتكلم هنا عن الضريبة عن القيمة المضافة بروني امبو أنها أول ضريبة اون فرانس أنها أول ضريبة من حيث الحجم في فرنسا أن وعاءها أكبر selon l'économiste Philippe Crevel إذن حسب الاقتصادي فيليب كروفيل spécialiste des questions macroéconomiques إذن هو متخصص في المسائل الماكرو اقتصادية طبعا هاد ماكرو هي عكس ميكرو حنا نتكلم عن ميكرو ايكونوميك إذا نتكلم عن الأشياء الصغيرة في الاقتصاد ماكرو ايكونوميك إذا نتكلم عن الأشياء الكبيرة في الاقتصاد نتكلم عن حجم نتكلم عن اقتصاد دول اقتصاد بلدان اقتصاد جهات إلى غير ذلك نتكلم هنا عن ماكرو ايكونوميك عندما نتحدث عن اقتصاد أسرة مثلا هنا ممكن نتكلم عن ميكرو ايكونوميك هذا الشخص طبعا هو متخصص في المسائل الماكرو اقتصادية spécialiste des questions macroéconomiques est interrogé par Europe 1 طبعا تمت مساءلته من طرف Europe 1 من طرف هذا الموقع أو من طرف هذه الإذاعة cette suppression de la TVA n'est pas envisageable en France cette suppression de la TVA n'est pas envisageable en France إذن هاد الإلغاء للضريبة على القيمة المضافة n'est pas envisageable يعني أنه غير مفكر بها غير مفكر فيها طبعا نتكلم هنا عن الverb envisager المقصود به أنك تفكر في شيء أو أنك تنظر إلى وجه شخص إذن هنا نصف هاد لا سوبريسيون دو لا تيفيا بأنها ني با envisageable en France بأن غير مفكر بها في فرنسا لا تيفيا هي لا برينسيبال روسيت بور ليتا لا تيفيا هي لا برينسيبال روسيت بور ليتا إذن الضريبة على القيمة المضافة هي أهم غسات غسات نتكلم عن الحصيلة بوليتا للدولة إذا ما يمكنش الدولة أن تحرم نفسها من أهم حصيلة من العائدة طبعا سي لو بخومي أمبو إذا هي أول ضريبة غابيل تيل إذا يذكر هو هذا الاقتصادي يقول بأنها أهم ضريبة وأول ضريبة دونك توت ميزور qui vise la TVA إذن كل تدبير كل تدابير بمعنى آخر كل تدبير qui vise la TVA qui vise la TVA الذي يستهدف الضريبة على القيمة المضافة impute
دو مانيير اسي امبورطونت لي غوسورس دو ليتا. اذا طبعا هو يبتر، طبعا نتكلم هنا على الفيرب امبوتي المقصود به بتر، بتر عضو من الاعضاء، من اعضاء الجسم. مثلا نقول عن شخص بانه امبوتي، نقول عن شخص، نصف شخص بانه امبوتي، اذا المقصود به انه ابتر. اذا دونك توت ميزور كي فيز لا طبيه، اذا كل اجراء يستهدف الضريبه على القيمه المضافه ان بي دو مانيير اسي امبورطونت، اذا هو يبتر بشكل جد كبير لي غوسورس دو ليتا، مصادر الدوله. اكسبليك تيل او ميكرو دوروب ان، اذا هو يفسر طبعا ويشرح لي ميكرو، لي ميكرو هذه القناه. نستأنف فقرة القادمة، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.